اهلا بحضراتكم من جديد. يعني الف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك لجماهيره. النتيجه توقعها نجوم من الاستوديو التحليلي. ماتش حلو جدا من الفريقين، يعني الاتحاد عمل اللي عليه والاهلي. هو الطبيعي جدا ان الاهلي هو الفريق الاقرب للفوز، وكانت نتيجه طبيعيه يعني بيتوقعها كل عشاق الكره في القاهره وفي مصر كلها. متوقع ان الاهلي يكسب الاتحاد، لكن اللقطه السوداء في المباراه لقطه هشام شحاته. يعني هو وليد طلع معاه في كره مشتركه، ضربه بالكوع في وشه، اكيد يعني مش قاصد. فهشام يعني الرجوله يعني خدته قوي، فلازم يخلص على وليد سليمان. راح مخلص عليه فعلا. برافو هشام، انت كده راجل. هي ده السلوك الرياضي، هو ده الـ 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 الرجوله قوي، ان خلاص طلعت خدت كوع في كره مشتركه ورحت مخلص على الراجل. بصراحه يعني حاجه يعني تضايق جدا. انت عارف النادي الاهلي عنده ماتش مهم، وعارف ان اللعيب وليد سليمان اللعيب مؤثر جدا في النادي الاهلي، فما كانش ليه داعي خالص يعني الغل والحقد اللي فيك ده، ان انت تضرب الراجل تكسره انكر رجليه يعني بالطريقه الغبيه دي. بصراحه انا اسف يعني للساده المشاهدين، لكن بصراحه حاجه يعني تخرج الواحد عن شعوره. مبروك نادي الاهلي تاني، ورحب بضيوف الكرام كابتن اسامه عرابي نجم مصر نادي الاهلي، وكابتن وليد صلاح الدين، وكابتن سمير كمونه. انا اسف ان انا يعني حاجه بصراحه يعني ماتش حلو جدا مفيهوش اي حاجه. نتيجه متوقعه. الاتحاد السكندري فريق كبير عنده جمهور كبير جدا، عنده مدرب محترم جدا. لقطه سوداء فعلا. بص حاجه يعني ربنا يستر ما يكونش انكر رجله اتكسر. حاجه كابتن اسامه مش عارف بصراحة. لا طبعا هو يعني شيء مش ممكن. مبدئيا طبعا مبروك للنادي الأهلي وجماهيره وجهازه يعني